في موضوع آخر، وقع مجمع إيميتال للحديد والصلب اتفاقية مع الجامعة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم ومراكز البحث العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي من أجل إنجاز وتصنيع أول رافعة جزائرية الصنع. وأيضا تم توقيع اتفاقيات أخرى لتسليم المصنف النشاط الصناعي في الجزائر. اتفاقية جاءت من أجل ترقية التصنيع المحلي لتجهيزات التعدين والحديد والصلب المستعملة في شتى القطاعات، وأيضا لإدماج أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع الجزائري في مجال أقول المهن الصناعية. إيميتال ومديرية العام للبحث العلمي نهدف من هذه الاتفاقية إلى وضع القطب التكنولوجي للبحث والتطوير في مجال صناعة الحديد. هذا البحث القطب التكنولوجي يكون فيه البحث والتطوير، يكون فيه الدراسات، يكون فيه التنمية المستدامة، عنده عدة فروع. هو مشروع كبير سيتم وضعه بالتدريج عبر سنين البرنامج. ومن حيث التكوين قد قمنا بإنجاز برامج تكوينية بدقة عالية في مجال التقنيات، وهذا لأول مرة. ابتعدنا على الطريقة الكلاسيكية وهي طريقة الإملاء، قمنا بفضل إطارات اكتسبوا عدة سنين من الممارسة المهنية في المصانع. قاموا الإطارات هذم بإعداد المصنف الأول للمهن الجزائرية، وبالإضافة إلى النسخة الورقية تاع المصنف الأول قمنا بنسخة رقمية، وهذا حتى نحافظ عليه ونضمن نقله للأجيال القادمة.